ليش؟ هي شو سويت؟ خلاص ابو عبد الله، يلا هذا ابو عبد الله. وين تشتغل؟ في ابنة. احنا امبارح طحنا الظهر. طبعا كان النظر الى فئة العمال، هي الفئة لا يستهان فيها من ابنائنا اللي بيشتغلوا في الداخل الاسرائيلي. اليوم يعني توافد اعداد كبيره من العمال للسيطره على هذول العمال والاطمئنان على صحتهم. كان في توجيهات من القياده السياسيه العليا انه التوجه للمعابر لتسهيل فحص العمال والاطمئنان على صحتهم واخذ المعلومات اللازمه للتواصل معهم فيما بعد في حال اذا ظهرت عليهم اعراض مرضيه. طبعا توجهت مجموعات على معظم المعابر الرئيسيه للاطمئنان على العمال واخذ المعلومات اللازمه وفحص الحراره لهم. دكتور، شو العمل اللي بتقوم فيه تحديدا؟ احنا نحاول نحصر العمال اللي قادمين من الداخل، ناخذ المعلومات الاساسيه منهم، ناخذ التاريخ المرضي، في حال كان في وجود اعراض عندنا الفريق مجهز انه يسحب عينات لهم مباشره. اللي ما عنده اعراض مرضيه بناخذ المعلومات الاساسيه من رقم التليفون ورقم الهويه لتسهيل التواصل معهم فيما بعد. طبعا اعطائهم الارشادات اللازمه انه بالحجر المنزلي ما يتم التواصل ولا مع اي حدا من افراد البيت، يعزل حاله بغرفه، وفي حال ظهور اي اعراض مرضيه انه يتواصل معنا واحنا يعني راح نتوجه له ونعمل الاشياء اللازمه. دكتور، المكان اللي احنا موجودين فيه وشفنا فيه كمان مجموعه ثانيه موجوده، تحكينا عنه. طبعا احنا جينا توقفنا هون في المخرج لمعبر ميتار، المخرج الاساسي الرئيسي، واستقبلنا عدد لا باس به من العمال، لكن وجدنا انه في بعض العمال بيسلكوا طرق التفافيه وطرق جبليه، فقسمنا الفريق، بعثنا فريق اخر للمنطقه الجبليه لحتى انه اي عامل ممكن انه يخاف او يهرب او يعدي من هذه الطرق الالتفافيه انه ايضا انه نسيطر عليه وناخذ المعلومات الاساسيه منه. 4-4-4-5 اي شيء بصير خلال 14 يوم بتواصل مع الطب الوقائي. خلال 14 يوم اي اعراض مرضيه تظهر عليك تتواصل مع الطب الوقائي، احنا بنصلك لحدك. انا اطمئن عليك يا عم الحاج. كويس يعني منظره او مشخص لو انك لابس ما اقوى عليك ما اقوى طالع مع الشباب طالع مع الشباب وين مريم؟ مريم اجت 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 وين مريم؟ سوي لها طوق سوي لها طوق على راسها حبيبتي سوي لها طوق على راسها سوي لها بنت هذا